الحمد لله، يعني ربنا رزقني التوام من فضلك. ثم بتعامل معاهم زي اي ام بتعامل اولادها، باكلهم وبشربهم وبغيرهم حفاضات، ثم الحفاضات ما بتتغيرش، على طول لابسين حفاضات ما بيقلعهاش خالص. توأم ملتصق ليه رعاية خاصة طبعا زي الأطفال العادية. بأكلهم أكل مضروب في الخلاط لأنهم عندهم صعوبة في البلع وكده، وبشربهم بالسرنجة. هما يعني الحمد لله على كل يجب ربنا، بس هما عايزين رعاية غير أي أطفال عاديين. تم 5 سنين وماشيين ان شاء الله في سادس سنوات، وكنا سعينا معاهم ابو الريش ومستشارين الاطفال، كان لهم قصه طويله كده مع بيت الزكاه والصدقات، والحمد لله يعني ما حدش اثر معانا في حاجه، بس للاسف ما لقيناش ان ليهم فصل في مصر، او ما كانش فيه تم فصل توأم متصل بشكل 100%. فانا شدنا السعوديه وجا امر ملكي والحمد لله وسافرت، وقعدنا سنه هناك تحت دراسه وتحت تقارير طبيه و تجاوزات لمية ومنة بين فصل العمل فصلهم عن بعض. فللأسف وقفوا في نقطة معينة بالنسبة للالتصاق اللي بينهم، وطلبوا مننا إن إحنا خلاص يعني لسه الأطفال صغيرة، وبعد فترة معينة إن شاء الله ممكن يتم الفصل، أو ممكن في خلال 3-4 سنين قدام الطب يتطور لكل يوم حبل كبيرة إن شاء الله. فرجعنا ورجعنا عدنا لمية ومنة زي ما إحنا. ثابت ان انا بتتعب بعدها بس بفتره شويه، يعني بعدها بيومين ثلاثه الاقي نفس، يعني مثلا ممكن تكون اختها خفت الاقي اختها الثانيه تعبت. يعني الناس ده جت لمي، خلصت عند مي، بعدها بثلاث ايام لقيت منى عندها نازله. هي دلوقتي منى نايمه، مي صاحيه عادي، يعني بيبقوا ساكتين، مو واحده بتشدها وتمشي، متاقلمين مع بعض. بنات دلوقتي عندهم 5 سنين، كل المعامله بينه وبينهم يعني عياط، جعانين بعياطه، تعبانين بعياطه، اي معامله حتى بجي العب بهزر معاهم. يمكن عندي مي ان هي بتقبل شويه، بتاخد تدي معانا في المعامله، انما منا يعني انا مش فاهم عندها ايه، يعني حاسس ان انا دايما على طول بتعيط، مش عايز حد يتكلم معاها اي حاجه خالص. يكفي ان انا زرت كل يوم الصبح قبل ما اطلع شغلي لازم انا هدوم سوا، ممكن يرجعوا نفسهم في وسط اليوم او يعملوا حمام بشكل مش كويس. لازم زوجتي تشوف امي او اختي، حد يطلع معاها ان هي يشيلوهم سوا ويحموهم سوا، ما ينفعش اتعامل لوحدهم. انا مش محتاجه اي حاجه لعيالي غير ان انا اعمل لهم العمليه، نفسي اشوفهم متفصلين عن بعض، ان هم يمارسوا حياتهم العاديه زي اي اطفال عاديين. مش حابه ان انا اشوفهم ان هم يعني يكبروا ويتنقوا، يبقوا انسات، ان هم يبقوا كده ملتصقين.